المرسل راشد علي من القصيم يقول: هل تعليم الأطفال آداب الأكل والشرب والتعامل مع الناس والنظافة وغيرها، وكذلك القراءة والكتابة ونحو ذلك، واجب على والديهم أم غير واجب؟ هل من كلمة في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. واجب على الوالدين أن يربي الأولاد على آداب الإسلام، ولا سيما على فعل الواجبات وترك المحرمات ولزوم الأخلاق الطيبة والسلوك الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل عنده عمر بن سلمة ربيبه وجالت يده في الصحفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلم هذا الصبي آداب الأكل، دل على أنه مطلوب تربية الأولاد على آداب الأكل والشرب وغير ذلك من آداب الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوا وهم على ليالي عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه تربية على أداء الصلوات وعلى إبعادهم عن مواطن الشبهات والشكوك التي يمكن أن تدب الشهوة بينهم، ولهذا أمر بالتفريق بينهم في المضاجع من أجل أن يعتادوا الابتعاد عن وسائل الحرام، عن وسائل فعل الحرام، إلى غير ذلك من الآداب التي الله جل وعلا يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فدل على أن على الوالدين أن يربي ولدهما الصغير على الأخلاق الفاضلة، وأن هذا من إسداء المعروف والخير إلى ولدهما. نعم.